حياكم الله من جديد، ونرحب ايضا بمستمعي روتانا اف ام في المملكه العربيه السعوديه. احمد ابو صبيح ومحمد البكيري هم ضيفا هذه الحلقه، وانضم معنا المهندس عبد الله الكنهل المدير عام خدمات الجوال والاتصال والتسويق في شركه الاتصالات السعوديه. هلا وسهلا فيك ابو عبد الرحمن. هلا والله اخي تركي، حياك الله، شكرا على الاستضافه، نورتنا في البرنامج. يا هلا والله وسهلا، حياكم الله. انتم دائما كره الاتصالات السعوديه معنا في البرنامج، وايضا مع ضيوف البرنامج ومتابعي برنامج كوره على روتانا خليجيه. فكره التطبيق طريق الى النجوم، ناخذ فكره عنه عشان نبدا بالسحب للفائزين الـ20 اللي حيروحون بين مانشستر يونايتد وريال مدريد. بالتاكيد طبعا، تطبيق الطريق للنجوم هو امتداد لمشاركه الاتصالات السعوديه واهتمامها بمجتمع الكره القدم والرياضه السعوديه بصفه عامه. الاتصالات السعوديه كما هو معروف هي راعي للاتحاد السعودي لكره القدم، وراعي لكاس خادم الحرمين الشريفين وكاس ولي العهد ولجنة الحكام والمنتخب السعودي، وهي أيضا الراعي التقني لدوري عبد اللطيف جميل. صحيح. بالإضافة إلى الرعايات المحلية هذه، واللي أيضا شفنا ثمرتها بأحد المبادرات اللي هو تطبيق دوري بلس، تكلمنا عنه في البرنامج هذا وبحضور الأخوة الزملاء، حقق نجاح باهر. عندنا تقريبا الآن أكثر من 1,000,000 مستخدم يتمتعون مشاهدة الدوري السعودي وين ما كانوا في أي وقت وأي مكان. مجانا هذا التطبيق؟ 100% مجانا. أتذكر العام الماضي أبو جود أكد قال مجانا، قلت أكيد مجانا، ونثبت الآن أنه مجانا، ومبادرات القادمة كلها مجانية، التزام واستمرار الالتزام مع المجتمع الرياضي السعودي. جميل. بالإضافة للرعايات المحلية والكرة القدم السعودية، أيضا عندنا رعايات دولية، عدد كبير من المهتمين بالشأن الرياضي بالسعودية عندهم اهتمام بالمسابقات الدولية. كما هو معروف الاتصالات السعودية شريك استراتيجي وراعي لأندية ريال مدريد ومانشستر يونايتد. بناء على الرعاية هذه، أحد المبادرات أطلقنا تطبيق اسمه الطريق إلى النجوم. ببساطة تطبيق الطريق للنجوم يتيح للجمهور السعودي المتابع للدوري الدوريات الأوروبية والأندية هذه بالتحديد، أنه يروح يحضر المباريات، يشوف نجومه اللي يتابعهم في الأندية العالمية هذه، ويحضر معهم في التمارين وبالطيارة، وكل هذا مجاني فقط بالمشاركة بالتطبيق والتفاعل مع المشجعين الآخرين. فكرة البرنامج باختصار أن المشجع يحمل البرنامج، يدخل في مسابقات مراحل مختلفة، والشركة حتجري سحوبات بشكل مستمر، الفائزين حيصير لهم الفرصة الحضور والمشاركة مع الأندية العالمية هذه. طيب مهندس عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن عفوا، الآن فقط لمستخدم أجهزة الأندرويد، متى المستخدم أجهزة الأبل؟ البرنامج في طور التطوير، خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله بيكون متاح أيضا لأجهزة الآيفون. خلال اليومين الماضي أطلق في على منصة التطبيقات في أندرويد، والتفاعل والتحميل يعني فاق التوقعات بشكل كبير. اليوم كما وعدنا يعني بنسحب حتى بدون ما يكون للمشترك أي مشاركة في المسابقة، مجرد ما حمل البرنامج وسجل فيه اليوم في فرصة لـ20 مشترك أنهم يروحون مباشرة يحضرون مباريات ريال مدريد ومانشستر، وفي السحوبات هذه حتكون مستمرة بشكل دائم. المراحل الجاية في التطبيق حيكون فيه تنافس بين المشتركين، واللي يقدر يجمع نقاط أكثر حيكون عنده فرص أكبر. هذه المرحلة قادمة مهندس عبد الله؟ بالتأكيد نعم، الآن البرنامج حيكون فيه ألعاب مختلفة، ومع كل مرحلة حيكون فيه لعبة يجمع المشترك فيها نقاط، والجميع عنده فرصة فوز. مجرد تحميل البرنامج والمشاركة بدون أي التزام مادي بدون أي رسوم، حيكون للجميع فرصة حضور مباريات فرقهم المفضلة عالميا بإذن الله. طيب نبدأ السحب، نسحب الفائزين اللي حيروحون مانشستر يونايتد الـ10، حناخذ 5-5. بالتأكيد. نبدأ نسحب؟ نبدأ نسحب. طيب احنا حنبدأ بالسحب، وحنبدأ من عند أبو تركي. شوف الكمبيوتر هو حيمشي يتسلسل، أنت حتقول ستوب. طبعا ابو تركي اول واحد ما فاز معنا اليوم. ابو تركي لعب و شرف وفزت، جبت 1500. لا طيب 1500 مشي 1500. ابو تركي وايضا ابو خالد احمد صبيح وايضا محمد الكيري هم اول الفائزين اللي حيروحون باذن الله. احمد صبيح حيروح ريال مدريد، ومحمد الكيري حيروح مانشستر يونايتد. حنبدا السحب وانت حتقول ستوب ابو تركي. نبدا السحب شباب. اه
حاضر. ستوب. طيب هذول الخمسة الفائزين أعطونا الأسماء شباب. عبد العزيز الزهراني. عبد العزيز الزهراني الثاني. محمد محمد. أيمن الجهني. محمد الشطي. عبود. عبود. طيب هذا السحب الأول الخمسة الفائزين اللي طلعت أسماءهم في هذا السحب. طيب هنسحب أيضا خمسة آخرين اللي برضو حيروحون مانشستر يونايتد. حيكون عددهم 10 اللي حيروحون مانشستر يونايتد. نبدأ أبو خالد. ستوب عندك. أوكي. ستوب. طيب ستوب. أعطونا الخمسة يا شباب. عصام الحربي. محمد. محمد الحفاشي. حسن الغامدي. أحمد العبيد الله. أعطوني الاسم الأخير شباب. طيب هذا يوزر نيم كيتو كيب. طيب هذول العشرة اللي حيروحون بإذن الله إلى مانشستر يونايتد. شباب أعطون، إحنا ما راح نقدر نأخذ كل الأشخاص اللي حيروحون اللي فازوا اليوم وتأهلوا للسفر لمانشستر يونايتد. أعطونا الاسم الأخير شباب أو أي اسم اللي موجودين معانا، خلونا نكلمه على بال ما إحنا نأخذ السحب طيب حاولوا شباب في الاتصال معه على بال ما نأخذ إحنا الخمسة الفائزين اللي حيروحون ريال مدريد. الحين عشرة إحنا خلصنا منهم، هذول حيروحون مانشستر يونايتد. أعطونا الخمسة الأولية حقين اللي حيروحون ريال مدريد. أعطونا السحب. أبو عبد الرحمن عندك الستوب. ستوب. ستوب. طيب هذول الخمسة الفائزين اللي حيروحون ريال مدريد، أعطونا الأسماء شباب. عفوا. عبد العزيز عزوز. نواف العتيبي. نايف التميمي. عدي الشباب الاسم. سالم اليامي. حسين. طيب حسين غمساني. هذول الخمسة اللي الدفعة الأولى اللي حيروحون لريال مدريد، هم خمسة. الخمسة الثانيين حنسحب عليهم إن شاء الله مرة ثانية، أو حنسحب إن شاء الله لهم رقم بإذن الله أنهم يروحون بإذن الله يتأهلون للسفر لريال مدريد. أعطونا شباب الخمسة الأخيرين. المرة هذه أنا بعطيكم ستوب. طيب شكرا. ستوب شباب. طيب هذول الخمسة اللي هم الدفعة الثانية اللي حيروحون لريال مدريد. أعطونا الأسماء شباب. إيهاب السالمي. ياسر الغامدي. أبو ريانة. عيد لي بالله الاسم. أبو ريانة القايدي. فايدي. الفايدي. راشد رشيد. أسامة أحمد. طبعا الآن اكتمل العدد 20. 10 حيروحون لمانشستر يونايتد والعشرة التانين حيروحون لريال مدريد. شباب جاهز أي اتصال من الناس اللي حيروحون مانشستر؟ طيب أعطونا البرومو. بعد البرومو على بال ما يكون أحد الفائزين رد عليكم في الاتصال. أعطونا البرومو للاتصالات السعودية. الاتصالات السعودية STC تطبيق الطريق إلى النجوء، وهذا التطبيق هو استمرار للشراكة الاستراتيجية مع الناديين العالميين مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني. تطبيق الطريق إلى النجوم يقدم الفرصة لمشجعين الناديين العالميين عشان تقدر تقابل أشهر الأسماء العالمية في كرة القدم، بحيث يقدم لك هذا التطبيق مجموعة ألعاب تحصل فيها على نقاط، وكل ما فزت في لعبة يرتفع رصيد نقاطك وتصير مؤهل عشان تفوز بمجموعة من الجوائز، مثل إنك تسافر عشان تقابل نجومك اللي تحب بهم. وممكن توصل للجائزة الكبرى، وهي أنك تسافر مع لعيبة ريال مدريد أو مانشستر يونايتد في طيارتهم الخاصة، وطبعاً حتقدر تسولف وتتصور معاهم طول فترة الرحلة، وتقدر بعد تسولف مع نجمك المفضل عن طريق الإنترنت أو تسأله مباشرة. وبعد ممكن يجيك تيشرت موقع من نفس النجم وجوائز ثانية كثير. تتكون لعبة الطريق إلى النجوم على 9 منافسات، وكل شهر بيكون في منافسة، وفي كل واحدة فيها بيكون في فايزين، وآخر شيء بتكون المنافسة التاسعة والأخيرة واللي فيها الجائزة
الكبرى واللي هي السفر بالطيارة الخاصة مع نجوم ريال مدريد أو مانشستر يونايتد. كل ما جمعت نقاط أكثر خلال الثمانية شهور واللي مريت فيها بثمان مراحل، كل ما كنت مؤهل أكثر عشان توصل للمرحلة التاسعة واللي فيها الجائزة الكبرى. تقدر تغير فريقك أو ناديك قبل بداية كل منافسة جديدة، والنقاط ما حتروح عليك وحتكون محسوبة، وتقدر بعد تكرر اللعبة كذا مرة عشان تجمع نقاط أكثر. اهتمت الاتصالات السعودية STC بتدشين لعبة الطريق للنجوم عشان تلبي كل الاهتمامات الرياضية في عالم تطبيقات الجوال، وهذا لأنه الشركة عندها خبرة كبيرة في خدمات المحتوى الرقمي والتطبيقات الحصرية، وباعتبارها المشغل الأول والأكبر على مستوى المملكة العربية السعودية والمنطقة بشكل عام. طيب، هذا البرومو اللي مقدم للاتصالات السعودية واللي تخص هذا التطبيق، تطبيق الطريق إلى النجوم، إذا عندك توضيح أبو عبد الرحمن؟ أولاً ألف مبروك للفائزين معنا، هذه الدفعة الأولى وأكيد ما هي الأخيرة، السحوبات حتستمر والجميع عنده فرصة. طبعاً على أساس تم اختيار اللي بيروح لريال مدريد ولا مانشستر، العميل أول ما ينزل التطبيق حيختار ناديه المفضل، وبناء على كذا حيكون فرصة أنه يروح لريال مدريد أو يحضر مباراة مانشستر يونايتد. الجميع عنده الآن الفرصة أنه يحمل التطبيق، ما فاتك شيء، المشاركات مستمرة والسحوبات مستمرة، ونتمنى الجميع التوفيق إن شاء الله. طيب أبو عبد الرحمن، الحين بعضهم يدخل مثلا في لقب يوزر نيم، يعني مش اسمه مثلا حقيقي، أنتم ما تلتزمون في هذا الشيء ولا بعد ما تتصلون عليه تأخذون كامل البيانات؟ والله الأفضل أن يسجل باسمه الحقيقي، لأنه أيضا بيكون فيه تفاعل مشاركة بنتائجه مع شبكته الاجتماعية. الأفضل أنه يكون باسمه الحقيقي، ما في شيء المفروض أنه يخفيه. أيضا تسهل الإجراءات لما يجي عملية السحب، الأفضل أن نكون أسماء حقيقية بأرقام الجوالات الفعلية حتى يكون عنده فرصة للسحب. طيب أبو، عشان شباب إذا بس من يوم يجهز أي اتصال لأحد الفائزين بإذن الله حنرجع نتواصل معه ونتكلم معه في، ونبارك له إن شاء الله بإذن الله في تأهله لحضور المباراة ريال مدريد أو مانشستر. أبو تركي، رصاد سعودية كريمة دائما مع متابعي برنامج كرة وأيضا مع جميع عملائها، وتقدم مثل هذا التطبيق. شوف يا أستاذي، هي مو مجاملة لوجود عبد الرحمن، لا، الاس تي سي هذه شركة، يعني شركة وطنية، شركة رائدة من بدأت المنافسات الرياضية، والاس تي سي مشارك شريك أساسي ورئيسي ودعمت كل الأندية، وهي حقيقة تعد من أبرز داعمي الأندية، ولولا الله يعني سبحانه ثم الاس تي سي، يعني أنا أتكلم عن الاس تي سي لوجودي في هذا البرنامج، ولي يعني وجودي أيضا في رابط دور المحترفين قريب من الاس تي سي ورعايتها ومبادراتها وقوفهم على الأندية في أزمات أنا أعرفها ويعرفها رؤساء الأندية، فلذلك الاس تي سي مغارب عليها المبادرات، وأتمنى من كل الشركات مثل المبادرات اللي تحيي أو تخلق روح المنافسة بين الشباب الرياضي. أبو خالد، والله ما اقدر اضيف لك الكثير من كلام اخوي الاستاذ احمد، لكن انا اتكلم على شركه رائده، شركه ذات ثقل، شركه صنعت تحول كبير في 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 منظومه الاحتراف لكره القدم السعوديه من خلال الرقم القياسي في رعايه تقريبا الانديه السعوديه، وهذا رقم قياسي حتى اعتقد انه اخذ عليه شهاده من جينيس، ولا يوجد شركه على مستوى العالم ترعى انديه بهذا الحجم وبهذا الكم وبهذا الضخ الملايين اللي كان حظيت به الأندية السعودية. وأعتقد هي اللي الكثير يرى أنه هناك يعني أسباب ومسببات وأشخاص وأفراد، نعم هم ساهموا في هذه النقلة الاحترافية، لكن ما زلت أرى أنه STC هي محور الارتكاز في هذا التحول. أنا بس اللي أبغى أضيفه بس نقطة مهمة جدا، يعني اهتمامها بنقل الجماهير، وهذا شيء بادرة معروفة عن STC وبهذا الكم تحديدا يعني من الأسماء، وهذا شيء نادر أيضا على صعيد الشركات، لكن أتمنى في ظل رعايتها الآن المتجددة بشكل آخر، يعني سواء لبطولات كأس ولي العهد وكأس الملك، أن تساهم أيضا في مسابقة أخرى للجماهير لتشجيعها تقريبا، يعني طيب. خلينا نتكلم مثلا على مباريات النهائية في تشجيع حضورها مثل هذه المباراة، والأفكار يعني خلاقة دائما عند الاستسي يعني في 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 تحرير أو تشجيع الجماهير لحضور هذه المباريات. طيب. لها طريقتها يعني هي. طيب شباب، جهز الاتصال، معنا اتصال أحد الفائزين. مساء الخير أو صباح الخير. صباح النور يا حبيبي. ترى الصوت شباب مو واضح مره، بس نتعرف عليك لو تكرمت. فراس محمد صالح الحربي. عد لي الاسم لو تكرمت. طلال محمد صالح الحربي. طلال. طلال محمد صالح الحربي. طلال، انت تتابع البرنامج الان؟
برنامج كورة؟ كورة؟ اي نعم. طب خلص تابعنا وخلص. تابعته وخلص؟ جميل. طيب اجل احنا طالعين تسجيل عاد. طيب ابو انت مشترك في تطبيق الطريق الى النجوم اللي تقدمه بصلاة السعودية؟ نعم. متى اشتركت؟ امس والله. كيف الطريقة؟ حملت فقط وسجلت ولا شاركت ايضا حتى في التطبيق؟ لا لا حملت يعني انا التطبيقات حملتها من المتاجر. طيب ايش اخترت؟ مانشستر يونايتد ولا ريال مدريد؟ اخترت مانشستر. اخترت مانشستر وريال مدريد؟ ريال مدريد. ريال مدريد؟ اي نعم. طيب يا طلال الف مبروك، انت تأهلت لحضور مباراة ريال مدريد بعد تحميلك لهذا التطبيق وايضا تسجيلك في هذا التطبيق ومشاركتك واختيارك لريال مدريد للسفر لحضور مباراة ريال مدريد القادم ان شاء الله الاسبوع القادم اللي تقدمه هذا التطبيق شركة الاتصالات السعودية. الف مبروك لك يا طلال. الله يبارك فيك يا عزيزي. تستاهل ان شاء الله، وفرصة لك باذن الله انك ايضا ضاعف مشاركتك وتحميل التطبيق وايضا نشر هذا التطبيق بين الشباب القريبين من عندك اللي عندهم القدرة باذن الله السفر لحضور هذه المباريات. مرة اخرى الف مبروك طلال، وايضا الف مبروك لكل الفائزين اللي تأهلوا لمانشستر يونايتد وريال مدريد. انا بسألك سؤال ابو عبد الرحمن على بال ما يجهز اتصال اخر اذا في اتصال. هذا التطبيق له فترة محدودة؟ التطبيق حيستمر معنا للعام القادم كامل، والمراحل حتتجدد كل شهر، وبالتأكيد حيكون في تجديد في التطبيق بشكل مستمر، والمبادرات ما راح تنتهي، يعني قد يكون في تطبيق آخر أو مبادرات أخرى نقدر نفعل فيها الشراكات الاستراتيجية. أيضا على الجانب المحلي ولا يفوتني أن أشكر الأخوان على الإطراء. هذا طيب. الشيء ما هو معروف يعني المجتمع الرياضي، هذا واجب علينا لدعم المجتمع ودعم طيب. شريحة مهمة من عملائنا. طيب ناخذ اتصال وفائز جديد. مرحبا، صباح الخير. تسمعني بالله لو سمحت بس تسمعني من التلفزيون أو تسمعني تسمعني من الجوال على طول ولا تسمعني من التلفزيون ولا حتى الراديو إذا تكرمت؟ أي ألو، السلام عليكم. تعرفني عليك بس؟ أيه. تعرفني عليك؟ أنت على الهواء في برنامج محمد عبد الله حسن. محمد عبد الله حسن. محمد باشا. أنت حملت تطبيق الطريق للنجوم اللي تقدمه الاتصالات السعودية؟ أي نعم. إيش اخترت فريق؟ إيش الفريق اللي اخترته؟ ريال مدريد ولا مانشستر يونايتد؟ مانشستر يونايتد. طيب أنت عارف إنك أنت فزت معانا اليوم وتأهلت لحضور مباراة مانشستر يونايتد؟ انت عارف إيه؟ انت عارف انه انت تأهلت لتحضر مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي القادمة الاسبوع القادم؟ والله احنا ما نصدق اصلا. الف مبروك يا عم. الله يبارك فيك ان شاء الله. تستاهل، الف الف مبروك. وانت على الهواء معانا الان، والسحب تم قبل قليل مع مدير عام خدمات الجوال والاتصال والتسويق في شركة الاتصالات السعودية المهندس عبد الله الكنهل. بكره ان شاء الله باذن الله الرقم اللي انت حطيته لما انت حملت التطبيق وسجلت حيتواصلون فيه معك، وباذن الله حيتم التنسيق بينكم عشان الفيزا وتسافر ان شاء الله وتحضر مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. الف مبروك لكل الفائزين العشرين، احنا حنكون متواصلين معكم وايضا مع شركة الاتصالات السعودية باذن الله. يعني كل فترة راح نجمع هالعشرين في كل حلقتين ثلاث، والاتصالات السعودية كريمة دائما تتواجد معنا وكريمة أيضا مع كل متابعي برنامج كورة وأيضا مع عملاء الاتصالات السعودية. وصلنا للختام، سحبنا على أكثر من 20 رقم حيث أنهم يسافرون لمانشستر يونايتد وريال مدريد. وصلنا للختام، ما عاد معنا وقت. المهندس عبد الله الكنهل مدير عام خدمات الجوال والاتصال والتسويق في شركة الاتصالات السعودية، شكرا لك، شكرا لحضورك، شكرا لكرمكم. شكرا جزيلا. أستاذ أحمد المصبيح الكاتب والناقد الرياضي، شكرا لك، شكرا لحضورك، شكرا لآرائك. شكرا لك، شكرا لضيفك أبو عبد الرحمن والحبيبي أبو خالد. شكرا أيضا موصول لرئيس تحرير صحيفة النادي الأستاذ محمد الكيري. أبو خالد شكرا لك، شكرا لحضورك، شكرا لآرائك. شكرا لكم جميعا، صباحكم الله بالخير إن شاء الله بإذن الله. صباح النور. وشكرا أيضا موصول لكل متابعي برنامج كورة على روتانا خليجية. 11:30 موعد فيه يتجدد اللقاء بكم.
تصبحون على ألف خير.